اخوان من ناحيه ديال الصوت كنتواجد معكم مباشره من عاب صالين ترمد. فيسمح لي ان انا بعض العيال خالي في الصوت احتراما بعض العائلات احتراما يعني النطاق ديال العمل ديالنا. ان شاء الله الصوت يعني مع بدايه المقابله غادي تشوفوا الصوت كما كتابعوا حاليا يعني مباشره من عاب صالين ترمد بتطوان ملعب لاي بيكا لاعبي الفريقين يعني لا لاعبي فريق المغرب اتلتيك تطوان ولا لاعبي فريق اولمبيك اسفي كيقوموا بحماءات استعدادا للمقابله اللي ما بقى لها والو تبدا يعني المقابله تنطلق على الساعه يعني 7:15 7:15 يعني يعني اقل من 4 ساعه يعني اقل من 15 دقيقه كيتسنى على اللقاء ماشي تكملة. فكما كتشوفوا حاليا يعني مباشره من عاب صالين ترمد لاعبي الفريقين يعني داخل ارضيه الملعب كيقوموا بالتسخينات اللازمه كما كتشوفوا معنا يعني في هذه الجهه هذه جماهير اولمبيك اسفي اللي تنقلت في اعداد محترمه الملعب صالين ترمد لمسانده الفريق ديالها. كما قلت مقابله صعيبه جدا بالنسبه للفريقين وصعيبه اكثر من ناحيه ديال من على فريق المغرب اتلتيك تطوان اللي الجماهير ديالو كطالبوا انه لابد من ثلاثه نقاط لابد ان خص ثلاثه نقاط ضروريه لابد منها خص ثلاثه نقاط بقى في ملعب صالين ترمد ولا غادي يكون يعني هناك واحد صراحه دخول في دوامه الشك دخول دوامه الصراع. فريق اولمبيك اسفي ماشي مدينه تطوان ماشي حتى المركز الثالث ولا بديل له عن الفوز. فريق اولمبيك اسفي بمنحه من الرئيس منحه من اعضاء الغيورين على الفريق ماشي ناد مقابله كلهم عزم بدون مركب ناقص ما كتشوفوا يعني لاعبي اولمبيك اسفي كلهم حاضرين في هذه المقابله بدون مركب ناقص. هذه هي التشكيله الاساسيه ديال اولمبيك اسفي كتقوم بالاجراءات الاجتماعيه المقابله هذه. فعلى المباشر متابعينا الكرام ما تتابعوا معنا يعني هذه الاجواء الحماسيه هنا في ملعب صالين ترمد بتطوان ملعب لاي بيكا كما يحلو الجمهور التطواني بمناداته. اذا كما كتشاهدوا معنا يعني كذلك حتى تدريب حراس فريق اولمبيك اسفي يعني تدريبات شاقه الحارس اولمبيك حزافي الحارس متالق صراحه جدوايا حارس اولمبيك اسفي المتالق. اذا كما كتشاهدوا معنا يعني تدريب استعدادات وتسخينات لا لاعبي فريق اولمبيك اسفي ولا حراس اولمبيك اسفي ولا حراس حارس مغرب تطواني ولا لاعبي فريق مغرب تطواني. فكلهم يعني كتشوفوا الان هذا استعدادات يعني ديال هاد اللاعبين تسخينات ديال كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر متابعينا الكرام من ملعب صالين ترمد اللي غادي يعرف حضور جماهيري كبير يعني كتسنى يعني اقل من 4 ساعه على انطلاق مقابله واللاعبين يعني التسخينات كيقوموا بالتسخينات في هذا اللقاء. كما قلت الحمد لله الحمد لله لان هذه هي تدريبات وتسخينات لاعبي فريق اولمبيك اسفي في هذا اللقاء هذا كما كتابع معنا يعني كما قلت لاعبي اولمبيك اسفي بدون مركب ناقص.
اذا على المباشر كتشوفوا يعني المتابعين الكرام يعني لا تسخينات الحكام كذلك يعني كيقوموا بالاحماءات ولا لاعبي فريق اولمبيك اسفي ولا لاعبي فريق مغرب تطواني اللي فات اثناء كيقوموا يعني احماءات استعدادا لهذه المقابله استعدادا لانطلاقه المقابله كما كتبع معنا يعني هذه الاجواء الرائعه والحماسيه امام ملعب سميه ترمد. فكل التوفيق للفريقين معا وكما قلت يعني الفريق المستقبل لا مجال لتضيع الفرصه. مقابله كتساوي اكثر من 6 نقاط مقابله كتساوي القسم الوطني الاول. نتمنى نشوف الفرجه نتمنى يكون هناك اهداف هذا اللقاء هذا طبعا يعني حضور جماهيري كبير وروح رياضيه كبيره ما بين جماهير اولمبيك اسفي اللي صراحه كتجمعهم يعني واحد العلاقه اخويه مع لاعبي فريق مع جمهور فريق مغرب تطواني. صراحه كانت اجواء رياضيه واخلاقيه خارج ملعب ولا داخل ملعب. فصراحه هذا هو الجمهور اللي بغينا نشوفه وهذه الجماهير اللي بغينا نتابعو هذه هي الروح الرياضيه اللي بغينا نشاهدوها في الملاعب الوطنيه اللي كانت اليوم ما بين جماهير فريق مغرب تطواني ولا فريق اولمبيك اسفي. فحاليا يعني كتشوفوا معنا يعني استعدادات سخينات ديال اللاعبين الفريقين معا هو الجمهور ديال اولمبيك اسفي التناقض ديال اولمبيك اسفي هو امامكم على الصوره. وبالنسبه لجماهير المغرب تطواني فهي على الصوره يعني جماهير المغرب تطواني مباشر عندنا ديال ماشي ديال الجمهور غيكون يعني مباشر خاص بالجماهير. جماهير تملا مدرجات ملعب سميه ترمد مازال اعداد غفيره تتوافد على الملعب في هذه اللحظات. ف كما كتشوفوا يعني الاحماءات ديال اللاعبين في هذه الاثناء كما كتتبع معنا يعني بعد اجراء التسخينات اللازمه خروج لاعبين استعدادا لاجل الدخول للمقابله استعدادا للمقابله. اذا متابعينا الكرام تابعت معنا الثبات المباشر من ملعب سميه ترمد كما كتشوفوا الاجواء ديال ملعب سميه ترمد ومن خلال الثبات المباشر فحضور يعني لا متميز جماهير اولمبيك اسفي تنقل محترم وكذلك يعني توافد على عدد كبير من الجماهير التطوانيه في الملعب في هذه اللحظات كما كتتابعوا معنا الجميل في اليوم هو ان فاصلان ديال الجمهور التطواني يعني فاصل ماتادوريس فاصل سيمبري بالوما استغناو اليوم على الباشاش اوفيسيال وكما كتشوف يعني فهاد المباشر باش موحد كيجمع الكره اليوم يعني رساله من بعد الجماهير اللي حاولت اختراق الفتنة حاولت انها تنوض صداع ما بين هاد جوج ديال الفاصلين. فالرساله ديال النواد ديال المجموعات كانت رساله واحده اليوم الكل بالقميص الاسود وباش واحد يعني غادي واحد لافته واحده غتوحد الكربه اليوم باش يبرروا الرساله لكل من يحاول لعبه في هاد الجماهير التطوانيه وكل من يحاول يعني لعبه بهذا الجمهور التطواني اللي هو يعني الفاصلين يعني كل من يحاول زرع الفتنه ما بين هاد الجماهير. فهذه هي رساله واحده تحت لواء واحد اللي هو فندق نورتي. فجماهير التطوانيه اليوم هذا هو الباش ديالها في هذه المقابله هو باش واحد
فندق نورتي. هذا هو الباص الرسمي اليوم في هذه المقابلة اللي كيتها فاسلين، وهي رسالة موجهة لكل من يحاول زرع الفتنة ما بين الإخوة، ما بين جماهير تطوانية، ما بين الفاسلين معا، فشنو يعني بعض الأعمال السبيانية لتخريب بعض الجدارية ديال الفاسلين من أجل زرع الفتنة وزرع البلبلة داخل المجموعتين. لكن رسالة نواة كانت واحدة، نحن جمهور واحد، نحن كتلة واحدة، نحن يد واحدة، فوندو نورتي جميعا من أجل مساندة الفريق المغربي التطواني. إذا المتابعين الكرام نتلاقاو بعد ما تبدا المقابلة، شكرا على المتابعة ديالكم في البث المباشر، مباشر جديد مع لحظة دخول لاعبين وبداية اللقاء إن شاء الله.